السلام الله عليكم، أهلا بكم مشاهدي ومتابعي أكسترا نيوز. حلقة جديدة من برنامج أكسترا اليوم، نرصد ونتابع في مجموعة من التقارير والأخبار خصوصا ما يتعلق بأهلينا في محافظات مصر المختلفة. البداية بهذا الخبر، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية، فضلا عن تعظيم القيمة المضافة لتخزين السلع من سلسلة الصوامع الاستراتيجية اللي تم إقامتها على امتداد رقعة الجمهورية. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس مع رئيس الوزراء ووزير التموين والتجارة والتجارة الداخلية طبعا، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ولواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة موقف مخزون السلع الغذائية الأساسية على مستوى الجمهورية، وكذلك زراعة المحاصيل للموسم الزراعي الحالي. وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على موقف المخزون الاستراتيجي والأرصدة لجميع السلع الغذائية الأساسية للدولة، وذلك في إطار التخطيط المسبق بالحفاظ على المخزون الاستراتيجي منها، مع الأخذ في الاعتبار الأزمة الغذائية العالمية الحالية، حيث استعرض الدكتور علي المصلحي في هذا الصدد المخزون الاستراتيجي لكل من القمح والسكر والذرة والزيت والأرز، والذي يكفي الاحتياطي منهم لمدة من 4 إلى 6 أشهر، فضلا عن المتوفر من اللحوم الطازجة والدواجن والذي يكفي لمدة عام كامل. وقد وجه السيد الرئيس بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية، فضلا عن تعظيم القيمة المضافة لتخزين السلع من سلسلة الصوامع الاستراتيجية التي تم إقامتها على امتداد رقعة الجمهورية، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار موقف الأمن الغذائي للدولة من خلال تلبية احتياجات المواطنين بالكميات الملائمة. كما تابع السيد الرئيس مستجدات الموسم الحالي لزراعة القمح 2022-2023 على مستوى الجمهورية، موجها سيادته بأن يتم تحديد سعر توريد القمح بحيث يحقق عائدا اقتصاديا مجزيا للمزارعين والفلاحين، ويدعم زيادة كميات توريد القمح. أضاف المتحدث الرسمي أن اللواء وليد أبو المجد أعرض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الاستصلاح الزراعي على مستوى الجمهورية، خاصة مزرعة وادي الشيح بمحافظة أسيوط، والتي تشمل زراعة القمح بأفضل تكنولوجيا الزراعة الرقمية الدقيقة، إلى جانب عدد من الزراعات الأخرى كالموالح والذرة. كما تم ضم مزرعة إنتاج حيواني من أعلى سلالات إنتاج اللحوم، فضلا عن الإنتاج الداجني والاستزراع السمكي، وكذلك عدد من المصانع التي تهدف إلى تعظيم قيمة الزراعات داخل المزرعة. كما اطلع السيد الرئيس على مستجدات مجمع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة الذي يضم 6 مصانع متنوعة لتغطية الإنتاج المحلي والتصدير، وذلك بالتعاون مع الخبرة الألمانية العريقة المتمثلة في شركة تيسن كروب العالمية. تابع السيد الرئيس أيضا الموقف التنفيذي لمشروع التغذية المدرسية خلال العام الدراسي الحالي، سواء من حيث محتويات الوجبة وتكلفة إنتاجها وسبل توزيعها على مختلف المراحل العمرية بالمدارس. واطلع السيد الرئيس كذلك على موقف مشروع مراكز تجميع البلازما على مستوى الجمهورية، سواء من ناحية الإنشاء أو التجهيز، وكذلك الحرص على اتباع أعلى معايير الجودة في تجميع البلازما. هذا وتواصل الدولة تكثيف الجهود لتوفير كافة السلع الاستراتيجية للمواطنين، وطبعا بأسعار مخفضة ومناسبة للتخفيف من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على المواطن.
خلونا نقف شوية ونتكلم عن الاقتصاد المصري، لأنه الحقيقة كل يوم والتاني بتتأكد الثقة الدولية في مناخ الاقتصاد المصري. بيتأكد كمان أن برنامج الإصلاح الاقتصادي بالفعل بنجني ثماره يوم ورا التاني، ويمكن رغم كل الظروف اللي بيمر بيها العالم الاقتصاد المصري كان صامد وقدر يمتص الصدمات. بنتكلم عن الأوضاع الصعبة اللي عاشتها المنطقة ككل، بندخل بعد كده في جائحة كورونا، كمان بتيجي الأزمة الروسية الأوكرانية، أزمات كفيلة أنها تهد أي اقتصاد. لكن برنامج الإصلاح الاقتصادي اللي مشينا فيه أثبت أنه لأ، اقتصادنا صامد، مشروعاتنا القومية مكملة، بدليل اتفاقنا مع صندوق النقد الدولي، وهو بيمثل رسالة جديدة بتأكد الثقة في أسس الاقتصاد المصري. كمان الدولة بتأكد يوم تلو الآخر أنها ماضية في توسيع منظومة الحماية الاجتماعية. سين وجيم. ما مؤشرات نجاح تنفيذ مصر للمرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي؟ يمكن الاستدلال على نجاح تنفيذ مصر للمرحلة الأولى من البرنامج من خلال العديد من المؤشرات، من بينها تمكنت مصر بفعل الإصلاحات من رفع معدل النمو الاقتصادي. أصبح بذلك الاقتصاد المصري واحداً ضمن اقتصادات قليلة تمكنت من النمو رغم التداعيات السلبية لجائحة كوفيد-19. ارتفع متوسط صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي المصري. خلونا نتكلم أو نناقش أكتر حول برنامج الإصلاح الاقتصادي وجهود الدولة في توسيع منظومة الحماية الاجتماعية. بينضم لنا هاتفياً دكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق. برحب بحضرتك يا فندم. أهلا بيك، مساء الخير عليك وعلى كل المستمعين، وأهلا بيك. أهلا بيك يا دكتور. خليني أسأل حضرتك في البداية، لما الدولة بدأت برنامج الإصلاح الاقتصادي كان إيه اللي بتفكر فيه؟ إيه هي الاعتبارات اللي فرضت ضرورة الذهاب لبرنامج الإصلاح الاقتصادي؟ شوف، أولا هو أنت لما يكون عندك اختلالات أو عندك إشكالات اقتصادية لازم يكون عندك برنامج إصلاح. وبرنامج إصلاح اقتصادي مش حاجة عيب، يعني الإصلاح ده مستمر. وعايز أقول لك شيء قد يعني قد لا يعرفه الكثيرون، أن أكثر دول واخدة ترتيب في برامج إصلاح اللي بتعمل إصلاح اقتصادي هي السويد والنرويج ودول الإسكندنافية اللي ليها ترتيب في التنافسية. ليه؟ لأن عملية الإصلاح وعملية التطوير، خلينا نقول عملية التطوير الأول، عملية التطوير عملية مستمرة. فمش عيب أن أنت تطور، سواء عندك مشاكل أو تحديات أو ما عندكش تحديات. عملية الإصلاح الاقتصادي أو اللي بنسميه السياسات الاقتصادية أو ديناميكية السياسات الاقتصادية عملية مستمرة بتجريها، سواء عندك تحديات، عندك إشكاليات، أو عندك أهداف وسياسات بتهدف الدولة إلى أنها تصل إليها مع التحديات الاجتماعية والتحديات الاقتصادية. وبالتالي مصر الحقيقة خدت برنامج الإصلاح الاقتصادي قوي، كان طموح وكان كله تحديات، بدليل لو تفتكر رئيسة البنك الدولي في ذلك الوقت واحنا كنا بنحاول ناخد قرض، لو نرجع بالذاكره لورا وصححني ان المعلومه اخطانا فيها او نسيناها، 2012 لما كنا بنحاول ناخد قرض من البنك الدولي، ورئيس البنك الدولي قالت ان مصر يعني غير قادره ان تحصل على قرض وانها لن تكون لا قائمه، لان كان ياما عندنا مشكلات سياسيه طبعا احنا نفتكرها بكل اسف، والحمد لله ربنا اخرجنا منها. لكن كنا بنمر بفتره صعبه وقالت ان مصر لن تكون لها قائمه، وما عرفناش ناخد القرض، مع ان احنا لينا تاريخ طويل من التعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. نفس هذه السيده قبل ان تترك منصبها في 2017 بعد ما السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتمد برنامج الاصلاح الاقتصادي اللي كنا مختلفين فيه مع صندوق النقد الدولي مع البنك الدولي، لان احنا كان لينا بعد اجتماعي، وكان صندوق النقد الدولي والبنك الدولي المدرسه الاقتصاديه البحته، المدرسه النقديه، من صالح او رؤيتهم في اصلاح اقتصادي يكون عنيف وجذري وسريع. المدرسه المصريه والسيد الرئيس رفض هذا التوجه ورفض برنامج صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، واصر على ان يكون هناك جانب اجتماعي مع برنامج الاصلاح الاقتصادي. واختلفنا مع البنك الدولي واختلفنا مع الصندوق، والصندوق قال ان مصر لن تنجح في هذا البرنامج. نفس هذه السيده تاني قبل ما تترك منصبها في 2017 قالت
ان احنا عايزين نشوف مصر ازاي حققت هذه المعجزه وازاي خرجت بهذا البرنامج الرائع. ويمكن لسه كريستينا جورجوفينا اول امس بتعليقها على منح مصر الشريحه اخرى من القرض قالت ان مصر عدت، وده كلامها وانا بعيد الكلمه بتاعتها، مصر عدت ببرنامج اصلاح اقتصادي صلب صلب. وبالتالي احنا الحقيقه عندنا مدرسه اقتصاديه رغم الصعوبات اللي موجوده عندنا، لكن عندنا مدرسه اقتصاديه وعندنا رؤيه اقتصاديه، عندنا خبره في الاداره الاقتصاديه في السنوات الماضيه. وتاني انا بقول مش معنى ان احنا بنعمل برنامج اصلاح اقتصادي معنى كده ان احنا سيئين او ان احنا عندنا مشاكل، لكن دي سنه الحياه ان يكون هناك دائما تطوير تطور وتغيير وتغير في السياسات الاقتصاديه، لان العالم بيتغير. مش بس العالم بيتغير، يمكن احنا دايما بنقول ان احنا في العصر الانسرتينتي، في عصر لا يقين، مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل. احنا صحينا من النوم فجاه لقينا ازمه كورونا او جائحه، مش ازمه، جائحه كورونا، شات داون واغلاق تام على مستوى العالم. طب يا دكتور، مع كل الحاجات اللي حضرتك ذكرتها حاليا، كورونا ما قبلها والمشكله الاقتصاديه العالميه والمعايير، وزي ما حضرتك شرحت القصه من بدايتها اللي كان بيضعها صندوق النقد الدولي، ايه السياسات اللي اتبعتها الحكومه المصريه علشان تمر من هذه المرحله؟ احنا كان عندنا جناحين، كان عندنا جناح اقتصادي وكان عندنا جناح اجتماعي. الجناح الاقتصادي كان بيركز على تعظيم الفائده الماليه وتعظيم الموازنه العامه وتقليل الفائض في الانفاق وتقليل العجز في الموازنه العامه، دفع الصادرات، تشجيع الاستثمار، تعديل القوانين، النظام المالي او المالي الشامل او الشمول المالي اللي السيد الرئيس الحقيقه دعمه بشكل كبير، وكان في مؤتمر كبير في شرم الشيخ، مؤتمر الشمول المالي، حتى يتم ادخال كل القطاعات الاقتصاديه في المنظومه الماليه، تشجيع المشروعات الصغيره والمتوسطه ودعم المصدرين، البنيه التحتيه، الحقيقه عدد لا نهائي. انا يعني لا اريد ان لا اتذكر بند او قطاع من القطاعات، لكن احنا اشتغلنا على منظومه متكامله من اول البيئه، من اول الاقتصاد الاخضر، حتى الماكرو ايكونوميك بوليسيز او السياسات الكليه والسياسات الشامله للاصلاح الاقتصادي. ده بالنسبه للجانب الاقتصادي. اما الجانب الاجتماعي الحقيقه ده يعني لابد ان نفرض له الكثير من الوقت والكثير من الاهتمام، لان احنا كان عندنا مدرسه مجتمعيه ومدرسه اجتماعيه. وانا قلت ان السيد الرئيس في 2014 لما كنا بنتفاوض مع صندوق النقد الدولي وعرض على الصندوق في مشاوراتنا مع الصندوق عرض برنامج الاصلاح الاقتصادي، الصندوق رفض بحجه ان هذا البرنامج بيتضمن كثير من الاعتبارات الاجتماعيه والمجتمعيه، وده يمكن يكمل الموازنه العامه للدوله بوقت انا عايز فيه احرر الموازنه العامه للدوله. لكن السيد الرئيس رفض واصر على ان يكون هناك جانب اجتماعي مع البرنامج الاصلاح الاقتصادي. ومشينا في الجانب الاجتماعي، برنامج التكافل والكرامه، المعاش للعماله الموسميه، المعاش للفئات الاكثر تهميشا، المراه المعيله، الصحه، التعليم، كثير من الدعم للفئات المجتمعيه الاكثر تهميشا، السياحه الموسميه. هي كان في برامج، مش برنامج، كان في برامج مجتمعيه كبيره جدا علشان 100 مليون صحه. يعني انا مش عايز اعدد البرامج. عندنا يا دكتور اكثر من 15 مبادره رئاسيه، كمان تكافل وكرامه، 15 مبادره رئاسيه فقط في مجال الصحه. بالظبط. فكل هذه البرامج والمبادرات الحقيقه كانت بتهدف الى ان انا اشفط العبء الاقتصادي اللي بيقع على المجتمع، وبالتالي امشي بجناحين. وده الحقيقه الذكاء، او خلينا نقول الحكمه، مش بس الذكاء، دي الحكمه في اي برنامج اصلاح اقتصادي. انت لما تعمل برنامج اصلاح اقتصادي ممكن توقع مجتمع ككل. يعني احنا شفنا الاصلاح الاقتصادي، او يمكن البنك الدولي وليها قصه مشهوره مع روسيا عندما تفكك الاتحاد السوفيتي وروسيا بدات انها تحاول انها تستعيد نشاطها، والبنك الدولي كان بيساعد روسيا. يمكن البنك الدولي كان في صالح حاجه اسمها تيرابي شوك او شوك ثيرابي او العلاج بالصدمات، وده ادى اكثر الى. بشكر حضرتك واعتذر لضيق الوقت، دكتور عمرو صالح، استاذ الاقتصاد السياسي، مستشار البنك الدولي السابق، كنت معي هاتفيا من القاهره. فصل قصير ونكمل برنامجنا.
حابة بحضراتكم من جديد. في محافظة البحر الأحمر بدأ تشغيل مشروع الصرف الصحي لمدينة القصير ضمن خطة الشركة لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي اللي بيتم تقديمها للمواطنين بجميع مدن المحافظة. كمان بيتم تنفيذ المشروع بتكلفة 350 مليون جنيه، وبيشمل المشروع 5 محطات رفع شاملة شبكات الانحدار وخطوط الطرد ومحطة المعالجة الثنائية. نشدت شركة مياه البحر الأحمر المواطنين بعدة مناطق بمدينة القصير التوجه لمقر الشركة لإنهاء إجراءات التعاقد للتوصيل على شبكة الصرف الصحي الرئيسية، وهتواصل الشركة الإعلان عن كافة المناطق بالمدينة تباعاً. انطلقت فعاليات المبادرة الرئاسية لعلاج أمراض سوء التغذية لطلبة المدارس بالمرحلة الابتدائية في محافظة البحيرة تحت شعار جيل بكرة يكبر بصحة. بتتضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أمراض السمنة والتقزم والأنيميا، الكشف عن أمراض سوء التغذية لطلاب المدارس. وبتستهدف المبادرة طلاب جميع المدارس بالمدن والقرى الذين لم يتم توقيع الكشف عليهم العام الماضي، عددهم نحو 397 ألف طالب وطالبة، وده طبعا بمعرفة 160 فريق طبي من مديرية الصحة والتأمين الصحي بالبحيرة. في حال اكتشاف إصابة أي طفل بأحد هذه الأمراض هيتم تحويله للجان الإحالة بالتأمين الصحي للعلاج بالمجان لإجراء جميع الفحوصات الطبية الكاملة عليه. كمان هيتم متابعة الأطباء أثناء وبعد الحملة حتى يتم شفاء الطفل بشكل نهائي. نظم فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الشرقية 15 ندوة ضمن فعاليات حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة بمدارس الفتيات الثانوية التجارية والزراعية ومدارس التمريض ومجالس المدن والكنائس. استهدفت ندوات التوعية 1490 سيدة وفتاة. تم توعية الفتيات بمراحل فترة المراهقة والتغيرات الفسيولوجية والنفسية وأنماط العنف ضد المرأة بالمجتمع، بالإضافة لمخاطر الزواج المبكر القانونية والصحية والاجتماعية وكيفية الاستخدام الآمن لمواقع التواصل الاجتماعي لتجنب الكثير من المخاطر وطرق الابتزاز الإلكتروني، ودور الدولة والمجلس القومي للمرأة في حماية المعنفات. في محافظة دمياط بدأت فعاليات المرحلة الثانية للحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة تحت عنوان حقك تنظمي في إدارة دمياط وكفر البطيخ والزرقاء، واللي بتمتد من اليوم وحتى يوم 22 ديسمبر الجاري. بتقدم الحملة خدمات تركيب جميع وسائل تنظيم الأسرة بالمجان، بالإضافة لوجود كشف ومتابعة حمل بالمجان، وده بجميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية في إدارة دمياط، بالإضافة لوجود عيادات تنظيم الأسرة المتنقلة بالمناطق النائية لخدمة المنتفعات بها. شهدت محافظة الأقصر عودة فعاليات الدورة الـ 12 لمهرجان التحطيب في ساحة أبو الحجاج الأقصري. يستمر المهرجان حتى يوم الأربعاء المقبل 21 ديسمبر الجاري، وده في أول أيام مهرجان التحطيب. قدمت الفرق فنون لعبة التحطيب وكيفية توارثها عبر الأجيال والتأكيد على هويتها بمنطقة جنوب مصر من خلال الممارسة اليومية لها كلعبة للرجال وفي المناسبات والأفراح، حيث يتجمع شيوخ ولاعبو التحطيب للتراث الصعيدي الأشهر في الصعيد. بيتم إجراء مباريات ومبارزة بين الكبار والشباب خلال الاحتفالية وسط أجواء مبهجة بين الجميع. وعيد مهرجان التحطيب اللي بينظمه كل عام بمحافظة الأقصر بيعيد التاريخ التراثي للعبة التحطيب التاريخية في جنوب الصعيد. بنروح محافظة المنوفية، وهناك تم تحرير 476 محضر تموين خلال 48 ساعة بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة، وده كان خلال حملات اليومية المكثفة اللي شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة.
أسفرت الحملات دي عن تحرير 382 محضر ضد أصحاب المحلات والأسواق العامة لقيامهم بالبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار، وكمان حيازتهم سلع غذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية. كمان تم تحرير 94 محضر ضد أصحاب المخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن وعدم الالتزام بالمواصفات ومعايير الجودة والتشغيل، وده في ضوء تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بشأن إحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، خاصة السلع الاستراتيجية المهمة للمواطنين في ظل الوضع الاقتصادي العالمي وتداعياته العالمية والمحلية الراهنة. تم تنظيم قافلة طبية بتشمل كافة التخصصات لتوفير الرعاية الصحية والخدمات الطبية والعلاجية لأهالي قرى كركر التابعة لمركز ومدينة أسوان، واللي بتضم 8 قرى بها أكثر من 2000 وحدة سكنية، حيث تم إرسال أكبر قافلة صحية شاملة تضم 10 سيارات لعيادات متنقلة بواقع 75 من طاقم الأطباء والصيادلة والفنيين والإداريين. بتشمل القافلة دي عدد من التخصصات المختلفة بجانب توفير الأدوية. إكسترا اليوم نكمل معاكم ولكن بعد فاصل قصير. مرحبا بحضراتكم من جديد. نروح للقسم الخاص بالتقارير اللي بيجهزها لنا مراسله اكسترا نيوز. بنبدا من محافظه قنا وحديث عن انطلاق فعاليات المبادره الرئاسيه للتقزم والانيميا لطلاب المدارس مع الزميل احمد الافيوني. اعزائي المشاهدين، من محافظه قنا حيث انطلاق فعاليات المبادره الرئاسيه للكشف المبكر عن امراض سوء التغذيه الانيميا والسمنه والتقزم لطلاب المرحله الابتدائيه هنا في محافظه قنا، حيث تستهدف هذه المبادره هنا في محافظه قنا فحص 173233 طالب وطالبه موزعين على 877 مدرسه ابتدائيه من خلال 23 فريق طبي متخصص من قبل الهيئه العامه للتامين الصحي هنا في جنوب صعيد مصر، على مستوى 9 ادارات تعليميه بدءا من ابو طشت شمالا وحتى اداره قوس جنوبا. للمزيد من التفاصيل دعوني استقبل معكم الدكتور اشرف كمال، مدير عام فرع جنوب صعيد لهيئه التامين الصحي هنا في محافظه قنا. دكتور اشرف، بدايه برحب بحضرتك، يعني ربما هناك استعدادات وتدابير عديده من قبل الهيئه هنا في محافظه قنا لتنظيم هذه المبادره الرئاسيه للكشف المبكر عن امراض سوء التغذية لطلاب المرحلة الابتدائية في محافظة قنا، يعني عايزين نتعرف من حضرتك تفاصيل أكثر حول هذه الاستعدادات التي استعدت بها الهيئة بالفعل. في إطار اهتمام فخامة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بتطوير المنظومة الصحية في جمهورية مصر العربية، تم بدء فعاليات استكمال المبادرة الرئاسية لأمراض سوء التغذية الأنيميا والسمنة والتقزم للعام الدراسي 22-23 لفحص طلاب الصف الأول الابتدائي والغيابات من الأعوام السابقة لباقي الصفوف. المستهدف في هذه المبادرة لهذا العام 173233 طالب في المرحلة الابتدائية أولى ابتدائي، منهم حضر 28498 يعني بنسبة 20%، والريف 144735 بنسبة 80%. في متابعة مستمرة لهؤلاء الطلبة بالذات إذا كانت الأنيميا شديدة، لأن احنا طبعا في الحالات البسيطة الأنيميا من 8 ل 11 بيتابعها الممارس العام، أما إذا قلت عن ذلك يعني وصلت مثلا 6 أو 7 بتحول الأخصائي ثم الاستشاري ومتابعة الحالات حتى إتمام حالات الشفاء، وبفضل الله يعني معظم الحالات تم شفاؤها بالنسبة بالمبادرات السابقة. دكتور أشرف، ربما العام الرابع على التوالي ونحن نطبق هذه يعني القافلة وهذه المبادرة الرئاسية في مدارس يعني الجمهورية وتحديدا محافظة قنا بالطبع، يعني نسب الإقبال على هذه القوافل خلال الأعوام الماضية وأيضا نسب الشفاء التي حققتها هذه المبادرة الرئاسية الكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية لدى الطلاب هنا في محافظة قنا؟ هو نسبة الإقبال الحقيقة يعني مشرفة جدا، وإقبال شديد من أولياء الأمور
واهتمام بالغ بسبب التوعية التي نجريها في المدارس، توعية في طابور الصباح أدت إلى طبعا انتشار الوعي بين أولياء أمور الطلبة، فتقريبا بلغت النسبة عدة 90 أو 95% الأخبار على هذه المبادرة. أضف إلى ذلك أن الحالات التي تم اكتشافها يعني إحنا تابعناها وتم الشفاء عدد كبير منها، نسبة أيضا عدت 90 أو 95%، يعني نسبة مشرفة والحمد لله الموضوع في تقدم ملحوظ. شكرا جزيلا دكتور أشرف على كل هذه التفاصيل. إذن أعزائي المشاهدين، كان هذا هو لقاؤنا مع الدكتور أشرف كمال مدير عام فرع جنوب الصعيد لهيئة التأمين الصحي بمحافظة قنا حول انطلاق فعاليات الحملة أو المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن سوء التغذية لدى طلاب المرحلة الابتدائية في مدارس ومحافظة قنا، ولل يعني بالتأكيد يعني هناك متابعة مستمرة لدينا من هنا من محافظة قنا. وبالعودة إليكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى لزملائي في الاستوديو. الحديث عن جهود دولة في الحفاظ على صحة طلاب المدارس وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للأطفال وطلاب المدارس، هيكون معنا عبر الهاتف دكتور محمود البتنوني أستاذ الأمراض الصدرية. برحب بحضرتك يا دكتور. اهلا بيك استاذ محمد، ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا دكتور. الحمد لله، اهلا بحضرتك. شايف ازاي يا دكتور جهود الدوله في هذا الشان والمرتبط بصحه الطفل، ازاي ساهمت المبادرات الرئاسيه لامراض التقزم وسوء التغذيه في القضاء على هذه الامراض؟ الامراض دي امراض بتبقى موجوده دايما في المجتمعات نتيجه سوء التغذيه، ل يعني جهل او عدم معرفه من بعض الاهالي على طريقة تغذية أولادهم أو عدم قدرتهم على التغذية. فرئاسة الجمهورية يعني رئيس الجمهورية يعني أصدر توجيهاته بقدر الإمكان إن هو يعني يروح لكل طلاب المدارس في كل حتة ويبتدي يعمل إجراءات التحاليل والتغذية السليمة للأطفال في المدارس الابتدائية والإعدادية وبالذات المدارس اللي هو يعني السن اللي هو فيه النمو. التقزم والانيميا، الانيميا دي من امراض ما تبقاش باينه وما تبقاش ظاهره وبعد كده ليها اثار قاسيه بعد كده على القلب وعلى النمو عموما يعني. فدي مبادره رائعه للحفاظ على صحه الطفل في كل مدارس جمهوريه مصر العربيه، المبادره لكل، فيعني مبادره هائله للحفاظ على صحه اطفالنا وعلى نموهم بطريقه طبيعيه وسليمه بحيث ان هم يبقوا اصحاء ومنتجين ان شاء الله للمجتمع ولمجتمعهم ولاهاليهم ان شاء الله باذن الله. من وجهه نظر حضرتك دكتور محمود، ازاي ممكن نزود الوعي لدى اولياء الامور في هذه المشكله؟ والله هي التزويق ده طبعا ده محتاج شغل اعلامي، يعني ده النقطه كلها ان انت مش هتقدر توصل لاي بيت غير عن طريق الميديا او عن طريق الاعلام، بحيث ان يبقى في برامج يعني او يعني حملات توعيه زي حملات توعيه مثلا للامراض مثلا القلب، حملات توعيه اللي بتنزل تابعه للجمعيات اللي هي المصريه اللي بتبقى مهتمه بهذا الشأن، ويبتدي يعني يقول الطفل بقى تغذيه المفروض المكونات الاكل كلها تبقى موجوده من النشويات والبروتينات والخضروات والفاكهه، بحيث ان هو يحط النسب دي ويحط المفهوم العام في مفهوم ولي الامر، ازاي ياكل ابنه، المفروض ياكل ايه، مهتم طبعا في اطفال كثيره واحنا عارفين مهتمين ببعض الاحيان بالحلويات والحاجات اللي هي تخليهم تدي نفسهم ما يقدرش ياكل بطريقه مظبوطه وسليمه، لازم ياخد باله كويس قوي ان هو ازاي يعلم ابنه ياكل ايه ويصر ان هو يديله كل العناصر التغذيه السليمه يوميا، ان هي بتبقى ديلي ريكويرمنت، يبقى حاجه مطلوبه بصفه يوميه. لكن يا دكتور ايه الخطوره اللي ممكن تسببها سوء التغذيه ونصائح حضرتك اللي ممكن تساعد على تقليل الاصابه بهذه الامراض؟ هو في امراض كثيره مرتبطه بسوء التغذيه، يا اما السمنه الزائده في الاطفال في بعض الاحيان، النشويات بقى بكميه كبيره وما بياكلوش بروتينات ما بياكلوش خضار، في الحاجات الامراض اخرى مرتبطه بالسمنه زي النحافه الزائده بتوصل لما امراض اسمها مارازمس وكواشنكور، دول امراض يعني نوع من الامراض في الاطفال او بتحصل من سوء التغذيه نتيجه ان هم ما بياكلوش كويس، وكل اتجاه الاهل ان هم يدوا الاكل يعني خلاص كل ما كلش
فطبعا ده بيحصل، بس يعني الحمد لله بقيناش نشوف الامراض اللي هي النحافه الزائده، لكن السمنه الزائده في الاطفال للاسف بقينا نشوفها بطريقه كبيره. طبعا زي ما قلنا قبل كده الانيميا، النمو نفسه، النمو محتاج لعناصر التغذيه السليمه كامله، فممكن بيبقى فيه تقزم بقى، قصر في القامه. طبعا صحه بتبقى ضعيفه نتيجه القلب بيبقى ضعيف، الانيميا دي بتبقى في القلب على المدى الطويل، لان ده بيخلي القلب بيشتغل اكثر من المطلوب منه، فبالتالي بيعمل ضعف في عضله القلب على المدى الطويل لدى الاطفال. فكل دي امراض مرتبطه بسوء التغذيه، وفبالتالي دي محتاجه طبعا محتاجه يعني وقفه كبيره جدا جدا، غير من الدوله اللي هي بتعمله، لا وقفه من الاعلام، بحيث انه يدي حملات اعلاميه محترمه تقدر توعي الناس بطريقه التغذيه السليمه للطفل باذن الله. اعتقد يا دكتور ان شاء الله الفتره الجايه افضل، خاصه في ظل المبادرات الرئاسيه الخاصه بالصحه بصفه عامه والاطفال بصفه خاصه. المبادرات الرئاسيه للصحه في الفتره الاخيره يعني حاجه رائعه جميله جدا. في طبعا مبادره دلوقتي مثلا يعني نحكي عن مثل من الامثله للرعايه المركزه والحضانات والطوارئ، بحيث ان هي كلها تكون مربوطه مع بعض، ووزاره الصحه وضعت بروتوكول مع شركه بحيث ان هي يحصل نوع من التواصل مع جميع القطاعات، الرعايه والحضانات والطوارئ، بحيث ان هو يقدر ينقل المريض، بدل ما كان زمان المريض بيلف بيقعد في عربيه الاسعاف وعمالين يلفوا على الرعايات، لا ما فيش سرير هنا، لا في سرير هنا، يبقى فيه تواصل وفي برضه نفس البروتوكول عشان يقدر الاطباء، وفي تعاون حتى مع وزاره الصحه العالميه لتدريب الاطباء لامراض القلب والذبحه الصدريه، لما بيحصل الذبحه الصدريه والامها وضعها وطريقه تعامل الاطباء معاها وكيفيه التعامل مع المريض في الوقت ده وتركيزه على طول عشان التدخل، سواء التدخل الدوائي او التدخل عن طريق القسطره. يعني في مبادرات كويسه جدا 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 جدا، كانت المريض بيروح في الطريق بس وهو في عربيه الاسعاف وهو عمالين يدوروا على مكان عشان يسعف هذا المريض، فما يبقى عربيه الاسعاف متجهه عارفه المكان اللي فيه الرعايه وان فيه سرير رعايه هنا فاضي وان المستشفى متبلغه والرعايه متبلغه فالناس متجهزه ومستنيه، طبعا بيفرق كتير جدا في حياه المريض. فدي طبعا من المبادرات الرائعه اللي احنا فعلا كنا يعني مفتقدينها كثيرا في مصر، فالحمد لله ان دي بقت موجوده دلوقتي وابتدت تبقى تطبق اكشولي في مستشفياتنا العامه. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور محمود البتانوني استاذ الامراض الصدريه، كنت معايا عبر الهاتف من القاهره. نصل مع حضراتكم لختام هذه الحلقه، وطبعا كخدمه اخباريه مقدمه من اكسترا نيوز على مدار الساعه دقيقه تقريبا، وننتهي الشوط الاول في مباراه نهائي كاس العالم بين الارجنتين وفرنسا. الارجنتين متقدمه بهدفين، ميسي وديماريا، تقريبا فاضل دقيقة أو حاجة وينتهي الشوط الأول. تقبلوا تحيات فريق عمل هذه الحلقة من إكسترا اليوم، هذه تحياتي محمد الرميحي، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته.